دي للكابتن نهلة السامح. وزي ما بنتكلم طبعا هنحاول نتكلم مع كابتن فريده العسقلاني. كابتن فريده طبعا في البدايه بقول لك الف مبروك على الفوز وعلى البطوله، بطوله مهمه جدا، حابه تقول ايه في اللحظات؟ انا حابه طبعا اشكر الجمهور قوي عشان هو جانا كل ماتشاتنا، فمبسوطه قوي ان هم موجودين، والحمد لله ان احنا كسبنا. كان فريق صعب قوي فالحمد لله. الجمهور ده يمكن ليه طابع كبير وليه رساله كبيره وليه تاثير كبير جدا. طبعا تاثيره جامد قوي علينا، فمبسوطه ان هم جم يعني الحمد لله.